فإن الإنسان قد يقدر له سهوا أو عمدا أن يرى إما عبر الصحف أو عبر السفر أو عبر القنوات يرى حياة أهل الكفر، كؤوس تدار وفتيات يرقصن وأجساد فاتنة وله مفتوح ولا أذان يقطع مباحا ولا إقامة تمنع كأسا. من المؤمن حق؟ المؤمن حقا من إذا رأى هذا لا يتمنى أن يكون فيه، ما في قلبه من لذة الإيمان بالله يرى أنها تغنيه عن هذا كله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منه. لا، إذا رزق الإنسان توحيد الله والقرآن في قلبه مهما رأى من تلك المناظر لم يرها شيئا، لأنه يعلم يقينا أنه لا شيء يعدل لذة الإيمان بالله جل وعلا. لذة الإيمان بالله نور يشح في القلب يغني عن كل شيء، يغني عن كل شيء البتة. قال أصدق القائلين: يهدي الله لنوره من يشاء. ليس كل أحد يؤتاه، وقد يؤتاه البعض بقدر، وهي منازل يفضل الله جل وعلا بها عباده. لكن المقصود أن يعلم أن الله أكرم من سئل وأجل من ابتغي، وأنت لو خطوت بقدميك إلى ملك من ملوك الدنيا كل يوم تطرق باب قصره 5 مرات لاستحيا منك الحاجب فضلا عن الملك، فكيف وأنت تطرق باب أرحم الراحمين جل جلاله؟